السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. جلالة الملكة ترأس أمس بالقصر الملكي بالرباط اجتماعا خصصا لإشكالية الماء وبالإقامة الملكية بسلا. يقيم جلالة الملك مأدوبة إفطار على شرف الرئيس الجابوني ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. تواصل امتحانات البكالوريا لليوم الثاني في ظل تدابير محاربة الغش وتيسير ظروف إجراء الاختبارات وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من اجتيازها في أجواء ملائمة. لإقليم الحوز وزارة الفلاحة تبذل مجهودات للقضاء على الحشرة القرمزية التي تسببت في إتلاف أغراس الصبار وتعاني الساكنة من آثارها. مستهل النشرة من القصر الملكي بالرباط، حيث ترأس أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اجتماعا خصصا لإشكالية الماء حسب ما ذكر بلاغ للديوان الملكي. التفاصيل. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط اجتماعا خصص لإشكالية الماء. وكان جلالة الملك قد أثار خلال ترأسه المجلس الوزاري 2 أكتوبر 2017 الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الري وسقي المواشي، وأعطى جلالته توجيهاته السامية لرئيس الحكومة لترأس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة. ومنذ اعتلاء جلالته العرش عزز جلالة الملك السياسة التي ينهجها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني لتزويد المملكة ببنيات تحتية مائية من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين. وهكذا فقد تم خلال 18 سنة تشييد 30 سدا من مختلف الأحجام. وبالرغم من ذلك وبفعل التقلبات المناخية وازدياد الطلب على الماء، فإن مخاطر نقص الماء قد ارتفعت بشكل ملموس. وبعد أن أخذ جلالة الملك علما بالخلاصات الأولية للجنة التي يترأسها رئيس الحكومة، أعطى جلالته تعليماته السامية من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في أقرب الآجال وبمناطق مختلفة من المملكة، وكذا سدود تلية علاوة على احتمال إقامة محطات لتحلية المياه مع السعر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي. ومن جهة أخرى ستقوم الحكومة بتنظيم حملة تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى معنية بإشكالية الماء بغية تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعماله. حضر هذا الاجتماع كل من السادة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وفؤاد علي الهمة مستشار جلالة الملك وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة شرفات أفلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. أقام أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل مأدوبة إفطار بالإقامة الملكية بسلا على شرف رئيس الجمهورية الغابونية فخامة السيد علي بانجو أوديمبا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمد اللذان يقومان بزيارة للمملكة. حضر هذه المأدوبة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ومستشار جلالة الملك السادة فؤاد علي الهمة وعمر عزيمان وعبد اللطيف المنوني ووزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة. كما حضر هذه المأدوبة كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد محمد حسن لباطي وبعض أعضاء الوفد المرافق لرئيس جمهورية الغابون. تتواصل لليوم الثاني امتحانات البكالوريا عبر ربوع المملكة. كل مراكز الامتحان عملت على توفير الأجواء الملائمة لمرور الاستحقاقات التربوية في أحسن الظروف وتطبيق تدابير محاربة الغش تيسيرا لظروف إجراءات الاختبارات. من الدار البيضاء نتابع ريبورتاج فتح أمغار وعشور بن مسعود. واحد من مراكز الامتحان الذي فتح أبوابه اليوم في وجه المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون امتحان البكالوريا برسم الدور العادي 2018. بكل عزم وإرادة هؤلاء التلاميذ يترقبون أن تمر عملية الاختبار في أحسن الظروف.
اليوم جينا نجتازوا امتحانات ديال البكالوريا، ان شاء الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير، ما خصناش نتخلعوا، كانت الخدمه العام كله وان شاء الله يكون كل شيء بخير، النتائج يكونوا مزيانه. كانت العمليه ديال فتح الاضرفه ديال الامتحانات وتاكدنا بانها كتكون مسدوده وما كاينش شي حاله ديال الغش انها تقدر تكون محلوله. واستحضارا لأهمية هذا الاستحقاق التربوي، تم تفعيل إجراءات وتدابير ناجعة لرصد كل مظاهر الغش، وذلك عبر تشكيل لجنة إقليمية لليقظة والتتبع وزجر الغش. تهيئ الظروف اللوجستية المناسبة، أيضا هنالك لجنة خاصة بالغش هي التي تقوم بعملية رصد محاولات الغش، والمؤسسة هي مجهزة ب 17 كاميرا، 13 خاصة بالساحة وربعة كمان خاصة بالامتحان. ملاحظ هو مساعدة السيد رئيس المركز، كيوقع مع بعض الحالات كيكون شي مسألة الغيش ولا مسألة شي سوء تفاهم ديال التلميذ مع الحارس ولا شي حاجة، أنا كندخلو في هذا المجال. توفير الأجواء الملائمة بمراكز الامتحان مفاده تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز امتحانات البكالوريا في أحسن الظروف مع ضمان تكافؤ الفرص. وتفعيلا للإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل جميع المترشحات والمترشحين في وضعيات إعاقة، هدى بشيري تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمكنت من اجتياز الامتحان في ظروف ملائمة. ريبورتاج وفاء اليعقوبي وياسر مرافق. إلى ثانوية أبو بكر الصديق بالرباط تصل التلميذة هدى بشري التي توجد في وضعية إعاقة رفقة أبيها لاجتياز امتحانات البكالوريا. إعاقتها الحركية وصعوبات النطق لم يحولا دون تحقيق حلمها في النجاح وتحقيق أحلامها الوردية. أعاني من مشاكل في النطق وأجد صعوبة كبيرة في الكتابة بسبب إعاقتي الحركية. لدي أمل كبير في نيل شهادة البكالوريا والانتقال إلى الجامعة. أحلم بمتابعة دراستي في شعبة القانون. قلت لك أنا بغيت نشد الباك ديالي، بغيت أن نكون راسي، بغيت أن نخدم، بغيت أن مسكينة، مهم مجهود كبير دايرة الراسة. تكييف ظروف الامتحان كان يقتصر على فئة المكفوفين فقط، هذه السنة توسعت الرقعة لتشمل إعاقات أخرى. كاين اللي كيعاني من التوحد ومن عسر القراءة، كذلك تحت لهم وزارة التربية الوطنية في إطار تفعيل هذا المشروع كذلك التكييف ديال هاد المواضيع ديال الامتحان البكالوريا. وعندنا مسألة أخرى اللي لابد الإشارة إليها، هي أنه يتم تكييف الامتحان بالنسبة للوافدين من أنظمة تربوية أخرى. هدى بشري تعتبر نموذجا للعزم والإصرار والسعي نحو تحقيق الهدف. الجسم التربوي بثانوية أبو بكر الصديق لم يالي جهدا في تشجيعها ودعمها حتى تصل إلى بر الأمان. كان حيو فيها الإصرار والمثابرة ديالها والاجتهاد ديالها فوق كل اعتبار، كتحدى الإعاقة وما كتكونش أنها عائق في طريقها، أنها كتشق طريقها بثبات. على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة بلغ عدد الحالات التي استفادت من التكييف 179 حالة، منها 54 تنتمي إلى المديرية الإقليمية للرباط. نفتح صفحة الأنباء الدولية من الأراضي الفلسطينية، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا لقي مصرعه برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأكد مصدر في خدمة الإسعاف الفلسطينية أن الإسعاف في انتظار تسلم الجثمان من الجيش الإسرائيلي. بعد يومين على ثورانه أرغم انفجار قوي عمال الإنقاذ على وقف عمليات البحث حول بركان فويغو الملتهب في غواتيمالا، والذي أسفر عن مقتل 75 شخصا على الأقل وحوالي 200 مفقود. مريم العفير. يصنف الخبراء بأنه الأكبر والأعنف منذ العام 74-900 وألف. إنه بركان فويغو المسمى ببركان النار. ثار البركان في غواتيمالا ونفث حمما بارتفاع 8 كيلومترات أدت إلى طمر كل القرى القريبة وإغراق المنطقة في الدخان والرماد، مما تسبب في مقتل 75 شخصا، نقل 35 آخرين إلى المستشفيات وفقد نحو 200.
ورغم خطورة الأوضاع يحاول الجيش تقديم المساعدة من خلال عمليات الإنقاذ وإقامة مراكز للإيواء مؤقتة لنحو 3100 شخص تم إجلاؤهم إلى مناطق أكثر أمنا بعدما تضرر من البركان 1,700,000 شخص من أصل 16,600,000 في غواتيمالا. ثوران فويغو أرغم مطار أورورا الدولي في العاصمة على إغلاق مدرج إقلاع وهبوط الطائرات الوحيد ضمانا للسلامة. ولتجنب مزيد من الخسارة في الأرواح نصح المسؤولون الناس بضرورة ارتداء الأقنعة للحماية من الرماد المتساقط والابتعاد عن الأماكن القريبة من البركان. وأمام هذه الكارثة أعلن رئيس البلاد جيم موراليس الحداد 3 أيام ودعا لعقد اجتماع وزاري، بينما أكد رئيس المعهد الوطني لعلوم الزلازل في غواتيمالا أنه لن يكون هناك ثوران وشيك على مدى الأيام المقبلة. قال مسؤولون في الدفاع المدني أن نهرا متناميا من الحجارة الذائبة يتدفق من صدع أسفل بركان كيلاويا دمر المزيد من المنازل وملأ خليجا صغيرا على الطرف الشرقي من جزيرة بيج آيلاند في هاواي. وقد دمرت مئات المنازل جراء الحمامة التي قذفها البركان الذي يعد من بين أنشط البراكين في العالم. قتل 11 شخصا وأصيب 9 آخرون بجروح جراء انفجار داخل منجم لاستخراج الحديد في مقاطعة ليونينغ بشمال شرق الصين حسب ما أفاد الأعلام الرسمي. وأوردت قناة تلفزية رسمية أن 25 شخصا لا يزالون عالقين في المنجل الذي تملكه المجموعة الوطنية الصينية للفحم. خلال شهر رمضان الكريم سطرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برنامجا مكثفا لفائدة الأحداث. مركز الإصلاح والتهذيب عين سبع بالدار البيضاء يشهد تنظيم أنشطة ذات طابع فني تربوي تأهيلي بالإضافة إلى دروس الدعم والتقوية. ريبورتاج إبراهيم أفاق وعاشور بن مسعود. برنامج حافل ومتنوع خلال شهر رمضان الكريم بمركز إصلاح والتهذيب عين سبع أعد وفق مقاربة تشاركية بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التربية الوطنية وبعض فعاليات المجتمع المدني. برنامج مكثف يتضمن مجموعة من الأنشطة ذات طابع تربوي فني وتأهيلي، والغاية تمكين هؤلاء الأحداث من قضاء شهر رمضان الفضيل بما يعود عليهم بالنفع. الوزع الديني حضر في إطار اتفاقية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي حضر في إطار تجويد القرآن، تحفيظ القرآن، كذلك الترتيل دياله والمساعدة في إطار البرامج التحسيسية على الوعد والإرشاد في إطار تحقيق واحد المواطنة هادفة. برامج هادفة تتيح لهؤلاء الأحداث فرصة لاكتساب كفاءات مهنية حتى يتسنى لهم الاندماج الطبيعي في المجتمع بعد الإفراج عنهم. في خلال شهر رمضان الكريم جينا عند الأستاذ في محاربة الأمير في مادة التربية الإسلامية قراءة ترتيب القرآن الكريم، تعلمنا بزاف من عند الأستاذ. مهنة النجارة كانت الهواية ديالي من الصغر ديالي، وجيت لهنا جيت للنجد الإصلاحية تعلمت شي حاجة ما كنتش عارفها على برا، تعلمتها زدت تعلمت لها. من الآخر إن شاء الله نعاود نخدم مع شي واحد باش نكمل المهنة ديالي، ندير شي حاجة ونخدم فيها. شهر رمضان كنجي ونقراو في الكشوبة نستافدو شوية نعمرو الراس ديالنا، من ضمنها أدوات ديال العلوم القرآن. أنشطة تندرج إذن في إطار أنسنة المؤسسات السجنية وجعلها مدرسة لتقويم السلوك وصقل المواهب لتسهيل إدماج هذه الفئة في محيطها السوسيو الاقتصادي بعد قضاء فترة العقوبة. في المجال الفلاحي تتواصل مشهودات وزارة الفلاحة للقضاء على الحشرة القرمزية التي تسبب تلف أغراس الصبار وتعاني من أثارها الساكنة. الروبورتاج التالي يرصد عملية اجتثاث أغراس الصبار المتضررة بشكل كبير بكل من جماعات غواطيم طبسلوحت وتسلطانت بإقليم الحوز. روبورتاج سمية بالعياشي حسن مسكور وعبد الإله لشعبه. إلى وقت قريب كانت أغراس الصبار هاته تشكل عقدا أخضر تتجمل به كل دار بهذا الدوار قبل أن تتحول إلى مدعاة قلق ومصدر أذى لهم. عملية رش المبيدات الأخيرة حسب السكان لم تؤتي أكلها. النساء لازلن يتصدين لاكتساح الحشرة لبيوتهم مع نزول الظلام كل يوم، ولا زال شباب الدوار يحاولون اجتثاث الأغراس التي أصابها التعفن. بالنسبه لهذيك الحشره اللي كيطلق بالليل وفي النهار كيلوت ليها الاواني ديالها وكيتشكاو منها الدراري وداكشي، الامكانيات محدوده وحنا كنديروا داكشي اللي في جهدنا.
واخا كنتمنوا المسؤولين حتى هما يدعمونا ويساعدونا باش نحيدوا هذا المشكله. كاين هذا العام دخل عليه هذا المرض بزاف، يعني لدرجه انا بحالي بحال كاع الناس اللي كاين هنا تيصوبوا الماطر ديالهم باش يديوه قبل، يعني تيوجدوا ليه وتيفرحوا به، ولكن هذا العام مشات هذيك الفرحه وما كاين والو، يعني الدرك مشى. عمليه رش المبيدات على مستوى الدوار تدخل في اطار برنامج يهم مساحه 9000 متر خطي مبرمجه للاستفاده من تدخلات مصالح وزاره الفلاحه على مستوى جماعات تمصلوحت وتسلطانت وغواطم. ونوع التدخل خلال هذه المرحله هو اجتتات الاغراس من الجذور. تم اجتتات على ما يناهي 60,000 متر خطي على صعيد 3 العمالات. بالنسبة لجماعة أغواطيم هي بحقيقة جماعة استفدت من الحصة ديال المعالجة وحصة ديال الاجتتات خلال الموسم الفلاحي 2017-2018، تم معالجة ما يقارب 800,000 متر خطي بهذه الجماعة. وفي تجربة هي الأولى من نوعها تم تسليم الأدوية والمعدات لإحدى التعاونيات لكي تتكلف برش المبيدات لفائدة فلاحي دوار ولاد منصور بجماعة تمصلحت. وعلمونا كيفاش غادي نداويو، وهذيك الساعة الناس اللي كانوا خداو التكوين راه هما اللي تمشاو في عملية العلاج، عملية الرش. في انتظار التوصل إلى حل نهائي للقضاء على الحشرة، يواصل الأطفال اللعب قرب أغراس الصبار بعد طمأنة الساكنة من قبل المصالح المعنية بأنها لا تلحق أي ضرر بالإنسان وأنه يمكن تناول الفاكهة بعد أسبوع من رش المبيدات، كما أن العدوى لا تنتقل لأي نوع آخر من الأغراس ما عدا الصبار. غير بعيدين عن مدينة توريت تقع الجماعة الترابية لدبدو والتي تختزل تراث وحضارة الحقبة المارينية ضمن سلسلة المملكة المغربية الإنسان والماء. نسلط الضوء على هذه المنطقة في علاقتها بالمنشآت المائية ومن ضمنها عين إشبيلية التي شكلت فضاء للتعايش بين المسلمين واليهود. محمد الواهبي، عبد العالي عياد ورشيد العتبي. دبدو الحاضرة تبعد بحوالي 50 كيلومتر عن مدينة توريرت الشرقية، بها شواهد بوح تراث ثقافي حضاري مريني. دبدو بمقوماتها ومؤهلاتها اجتذبت العائلات الأندلسية المسلمة واليهودية الوافدة من إشبيلية الأندلسية، ولتأكيد ارتباط العائلات النازحة سميت عين المدينة بعين إشبيلية. إذا كان المؤرخ الإغريقي يقول بأن مصر هبة النيل، فإن الأحياء القديمة لمدينة دبدو هبة عين سبيليا، وخير دليل على ذلك أن أحياء المدينة القديمة التي تشكل النسيج العتيق للمدينة تشكلت نواتها الأصلية بجوار هذه العين. لولا تواجد هذه العين ما كان لهذه الأحياء القادمة ولاد عمارة والكيادد والملة حيث استقرت الجالية اليهودية لتتواجد هذه الأحياء بشكل عام. هذه العين مجرد عين بالأحجار تسمى بعين الكيادد، وبعد دخول اليهود إلى مدينة دبدو سميت بعين إشبيلية، وهذه العين توزع ماءها على دوار الكيادد ودوار ولاد عمارة ودوار القور، يستنفعون منها الفلاحين لسقي ضيعاتهم الفلاحية. شكلت عين شبيليا فضاء للتعايش بين المسلمين واليهود، وكان كل إصلاح أو تدبير يكون محل اتفاق وإجماع. نية الحفاظ على عين شبيليا قاد إلى وضع نظام متزن في تقسيم الماء مبني على النوبة، إذ يتم تداول حصص مياهها بين مزارعي الأحياء كل حسب حصته وفق توقيت عرفي. العرف السائد في تقسيم ماء عين سبيليا وهو نظام النوبة، وهذا النظام هو نظام عرفي أقرت به كذلك نوازل الفقه المالكي المتعارف عليها في تاريخ المغرب أثناء تناولها لقضايا الماء. كاين اللي كيدي الأولى والليل، وكاين اللي يدي مثلا الفجر و25، وهذه أسماء، وكاين اللي كيدي مثلا وقوف الظل، وكاين اللي كيدي العصر،
وكتتبدل هاد السويح هادو كيتبدلوا مع لان كاين 15 زقوط كاينه تقريبا او 14 دور كاينه. الفلاحه كيقسموا بيناتهم بالساعه. دابا كيما القصبة هنايا جاينا حنا ثلاث ايام ليل وثلاث ايام نهار من السور للداخل كنقسموها بيناتنا على حسب البلاد. هنا هادو صحاب برا كذلك دبدو كذلك. ليدبد عيونها الجارية منها عين تفرنت، معناها المكان الذي يخرج منه الماء. تنساب مياه العين نحو القصبة المرينية لسقي لبساته. ولمن يود التعرف على أحوال الطقس ولف سريعي معها جديد التوقعات خلال الساعات القادمة. طاب نهاركم مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. يتوقع بحول الله أن تكون السماء قليلة السحب إلى صفية بمنطقة الريف بالشرق وكذلك بالأطلس المتوسط، ودرجات الحرارة ستصل إلى 24 درجة بالناظور وبمدينة الحسيمة وكذلك بتازة، 25 درجة مرتقبة بسعيدية وكذلك تونات، 18 درجة ببولمان وبمدينة إفران. سماء قليلة السحب بشمال المملكة وعلى السواحل، ودرجات الحرارة ستصل إلى 23 درجة بطنجة بالقنيطرة وكذلك بمدينة الرباط، 22 درجة بالدار البيضاء و25 درجة مرتقبة بمدينة الجديدة. بالصفوحة الجنوبية الشرقية سماء قليلة السحب إلى صفية، ودرجات الحرارة ستصل إلى 33 درجة بالرشيدية، 34 درجة بأرفود وبمدينة زاجورة. سحب ركامية بالأطلس الكبير مع نزول زخات محلية، ودرجات الحرارة ستصل إلى 29 درجة بمدينة مراكش. سماء قليلة السحب إلى صفية على السواحل الوسطى، ودرجات الحرارة ستصل إلى 26 درجة بأسفي وبمدينة أكادير، 27 درجة بمدينة قلميم. سماء قليلة السحب مع رفع بعض السوابع الرملية بشمال الأقاليم الجنوبية، ودرجات الحرارة ستصل إلى 29 درجة بالعيون، 31 درجة ببكرع و24 درجة بمدينة بوجدور. بأقصى الأقاليم الجنوبية سماء قليلة السحب، ودرجات الحرارة ستصل إلى 23 درجة بالداخلة و30 درجة مرتقبة بمدينة الكويرة. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، وعودة إلى بلاتو الأخبار. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرتنا. جلالة الملك يترأس أمس بالقصر الملكي بالرباط اجتماعا خصص لإشكالية الماء وبالإقامة الملكية بسلة. يقيم جلالة الملك مأدوبة إفطار على شرف الرئيس الجابوني ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. تواصل امتحانات البكالوريا لليوم الثاني في ظل تدابير محاربة الغش وتيسير ظروف إجراء الاختبارات وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من اجتيازها في أجواء ملائمة. بإقليم الحوز، وزارة الفلاحة تبذل مجهودات للقضاء على الحشرة القرمزية التي تسببت في إتلاف أغراس الصبار وتعاني الساكنة من أثارها. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا لحظات، وتلتقون زهر الهدف في النشرة بالأمازيغية. في أمان الله.